يعني انت بعد ما تتغدى مع يسرى في بيتك جاي تقول لي؟ طب ما انت كنت معطليك في المستشفى يا غالي. والله؟ اه. انت شايف ان دي مقارنه تنفع؟ لا بص، هو انا عارف طبعا ان الظروف مختلفه، بس انا في نفس الوقت طبعا ما كدبتش عليكي وجيت حكيت لك كل حاجه. قالت لك ايه؟ بص يعني هي ما قالتش حاجة يعني تتحاكي، يعني ما قالتش حاجة عليها القيمة. قالت لي إنها لسه بتحبني. ممكن تهدي لو سمحتي، ما تكبريش الموضوع. سيبي ايدي، أنا مش عايزة أتكلم. وانت من اهله. انا واثقه ان مراد هيفكر كويس بعد ما انا قلت له ان انا بحبه، بس انت مش فاهمه، مراد كان دايما بيقول ان انا مشاعري جامده، بس كنت دايما بخيله في كلامي الحلو، وانا متاكده ان انا بعد ما قلت له ان انا بحبه يعني الموضوع ده هيخليه يفكر في كل حاجه تاني. بس انا كمان عارفه ان مراد مش الراجل الخفيف، يعني مش اللي مشاعره هتتغير بكلمه، وكمان لو بيحب غاليه فعلا. بقول لك ايه، لو سمحت ما تجيبيش سيرتها، انا فعلا بكرهها. لولا غاليه دي كان زماني انا ومراد اللي جعنا بعض بكل سهوله. طيب اهدي اهدي. ايه ده، فعلا بكره سيرتها. بقول لك ايه، انا لازم استغل حوار ان انت معانا في الشركه ده، اقعدي اتكلمي معايا. والله ما انا حامله اهم حاجه غير ان انا اشتغل في الشركه. نعم، مش انت اللي كنتي قاعده بتزني؟ ايه شغل العيال ده يا ساره؟ مش عارفه بقى، لو هشوف عمر كل يوم هبقى يعني طبيعيه ولا ايه؟ انت لسه مخصيش من الحوار ده؟ لا، بحاول اشيله من دماغي بكل الطرق. مش عارفه صراحه، دلوقتي بقى تو ليت وانت تعينتي. ومش فاهمه يعني اشمعنى عمر، ما في 100 واحد معجب بيكي. بحبه من اول يوم شفته فيه، ومش عارفه اشوف اي راجل غيره. بس انت مش ناويه تسرقي من مراته صح؟ لا طبعا، ربنا يهنيهم ببعض. بقول لك انا هقوم امشي. يلا يا شيخ، احنا ناقصين جنان. صباح على خير. وانتي من اهل لسه حبيبتي. روحي باتي عند مامتك وجدتك لحد ما اخرج ونبقى نرجع بيتنا. بيت ايه؟ بيت ايه يا عبد الله؟ بيت ايه؟ بيتنا يا حبيبتي، بيتنا انا وانت وتيه. بيتكو. ان شاء الله يا عبد الله قريب قوي حتى هتخرجوا وتروحوا بيتكم مع بعض ان شاء الله. قول لي يا عمر، وانا حالتي كويسه ولا انا في خطر ولا ايه؟ لا خطر ايه، احنا الحمد لله شلنا جهاز التنفس الصناعي وبنتنفس بصوره طبيعيه جدا زي الفل، ما تقلقش. الحمد لله الحمد لله. بعد اذنك بس يا عبد الله اخد غاليه دقيقتين بره. ايه رايحين فين؟ دقيقه واحده هنرجع لك على طول، ما تقلقش. طيب. عمرو، يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهمه حاجه. بص يا غاليه، عبد الله اتعرض لصدمه شديده في المخ، واضح انها اثرت على الذاكره عنده. وانا قلت لك قبل كده انه ناسي كل حاجه عن الحادثه وعن الفيلم، بس واضح كمان انه نسي انكم اتطلقتوا. يعني ايه نسي ان احنا اتطلقنا؟ يعني في مرحله وقعت من دماغه خالص، انا حتى مش عارف هو فاهم احنا في سنه كام دلوقتي. عيني يا عبد الله. احنا لازم نكلم دكتور مخ واعصاب، هو يقول لنا بقى نتصرف معاه ازاي، بس لحد ما ده يحصل لازم نسيره. يعني ايه اسايره؟ مش فاهمه. ده بيقول لي نروح مع بعض البيت، ولو الدكتور لو جه بعد كده قال نفس الكلام اللي انت بتقوله هروح انا مع البيت؟ مش فاهمه غاليه. بلاش نسبه الاحداث، نشوف الاول الدكتور لما يجي يقول ايه وبعدين نبقى نتكلم.
ادخل. صباح الخير. صباح الفل يا مراد. اتفضل. ازيك يا بوب؟ كنت لسه جاي لك حالا. اقعد يا حبيبي. اديني سبقتك اهو. ليه يا عم؟ ايه الموضوع بقى؟ انا سمعت ان انت مش داخل معانا مشروع الورداني. الباشا طلب ان انا اخش بنسبه 20%. قال لي شايف انها نسبه قليله قوي عشان الشركه. فقلت اجي على جنب. ليه؟ انت عايز كام؟ يا عم سيبك خلينا في شغل المجموعه بتاعنا. المهم اخبارك انت ايه؟ النهارده كنت بدردش مع دليل قالت لي انكم لقيتوا مكان كويس قوي عشان المصنع. هي فعلا عرضت عليا مكان كويس قوي، مكان الماني متطور وكده. بس ميزانيته عاليه جدا واحنا داخلين شراكه مع الورداني، فخايف اصرف غلط يا ايهاب. قال لي ده حلمك يا مراد. حلمك اللي بتحلم بيه طول عمرك. وانا شايف انك ما عندكش مشكله في السيوله. يعني بس من ساعه ما ظهرت دليله كده وانا عمال اتورط في ميزانيات وانا مش عامل حسابها. يا باشا خش كبير، خش كبير ما يهمكش. بس ادرس الموضوع كويس. بمناسبه بقى الدراسه، انت استاذ في الحته دي. ما تخش معايا شريك. لا لا اخش شريك. انا بتاع الكلام ده، بتاع المصانع، انا راجل بتاع الكوره الكومباوند، راجل بتاع مقاولات، ماليش دعوه بالفساتين والبنطلونات. عندك حق. بس اهم حاجه فكرك ادوس يعني؟ دوس يا باشا، دوس. عيله الصيف لما تخش في حاجه بتجيب سقفها. عندك حق. بقول لك ايه؟ مش ناوي تتصالح انت وعمر بقى ولا ايه؟ بص انا مبسوط باللينك اللي بيني وبين دليل ده. عمر ده انا ماليش فيه. تقدر تقول كده الكيميا بتاعتنا مش راكبه على بعض. سيب الايام تداوي اللي بيننا. طب اسمع، بلاش تخش معايا شريك. انا عايز اخد رايك في كل التطورات اللي بتحصل وخصوصا في موضوع الميزانيات ده. انت اشطر مني فيها بكتير. يا سلام، من عيني. انت اخويا جدع، انت اخويا، تامرني باي حاجه حبيبي يا بوب. حبيبي تسلم.